بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى النشر والتبسيط للرابعة متوسط. السؤال يقول انشر وبسط العبارة التالية: A تساوي X زائد 3 في 3 X ناقص 4، B تساوي 16 ناقص 3 X زائد 2 بين قوسين تكون أس 2، C تساوي 2 X ناقص 5 أس 2 ناقص 5 X ناقص 1 بين قوسين في 5 x زائد 1 بين قوسين. هنا لو تلاحظون ثلاث عبارات فيها جميع انواع النشر. لنتابع جيدا كيفية النشر مع العبارة الاولى. لاحظ جيدا هذه عبارة يجب علي ان انشرها. اول شيء النشر يأتي في الضرب. هنا بين القوسين لدينا عملية الضرب، معناه عندما تكون عملية الضرب معناتها يمكنني النشر. أول شيء النشر يأتي في الضرب. لو كانت هنا زائد أو ناقص لا يمكننا النشر، وإنما سوف نستعمل التبسيط فقط. بما أنه الضرب معناه يجب علي أن أنشر. أول شيء لدي هذه القوانين وهي متطابقات شهيرة، المتطابقة الأولى والثانية والثالثة درسناهم. الآن لنرى هل هذه تشبه إحدى هذه المتطابقات. معنى عندما أقول إحدى هذه المتطابقات معناتها ننظر إلى هذا المكان، هذه هل تشبه إحدى هذه المتطابقات الثلاث؟ هل تشبه هذه؟ لا. هل تشبه هذه؟ لا. ولا تشبه هذه. لاحظ جيدا هنا عفوا لا توجد الأس 2، هنا لا توجد الأس 2. هل تشبه هذه المتطابقات؟ لا تشبه أي متطابقة من المتطابقات الثلاث. معناه هذه لا أحتاجهم، معناه لا نحتاجهم، معناه يجب علي أن أنشر نشر اعتيادي. معناه ننشر هذه هنا وهنا، ثم ننشر هذه هنا وهنا. سوف أريكم أسهل طريقة للنشر. لاحظ جيدا سوف نفرق هذا العامل. ماذا نفعل؟ نضع إكس وننشره هنا في 3 إكس ناقص 4، معناه أخذت هذا قمت بنشره في هذا كله. ثم أيضا ماذا نفعل؟ نأخذ هذا وننشره في هذا كله، معناه هنا تأتي 3، لاحظ جيدا 3 في 3 إكس ناقص 4 هكذا. وهنا بينهم ماذا؟ هذه الإشارة، هذه الإشارة زائد بطريقة بسيطة جدا. ماذا فعلت؟ الإكس أنشرها على هذا كله، ثم ماذا نفعل؟ نأخذ الثلاثة ننشرها على هذا كله، وهذه الإشارة تأتي بينهم بطريقة بسيطة جدا. الآن تساوي، الآن هنا هذا في هذا ماذا تصبح؟ إكس في 3 إكس. ثم ماذا نفعل؟ الإشارة إكس في 4 معناه هنا نضع الناقص، هذه الناقص، هذه الناقص من أين أتت؟ هذه الزائد أنشرها على الناقص، كم تصبح؟ تصبح ناقص. ماذا تصبح؟ تصبح مباشرة إكس في 4. ثم ماذا؟ لاحظ ننشر الإشارة ثم العدد. ما بمعنى ماذا؟ ننشر هذه الزائد 3 بها بإشارتها، ننشرها هنا، ثم بعد ذلك ننشرها هنا بهذه الكيفية. الآن لاحظ يجب أن نجد ضرب ثم إشارة، ضرب ثم إشارة ثم ضرب ثم إشارة ثم ضرب إلى غير ذلك. ماذا نفعل؟ أول شيء أريد أن أنشر هذه الزائد 3 في هذه 3 إكس. ننشر الإشارة الزائد في الزائد، كم تعطيني؟ زائد هكذا. ثم ننشر العدد 3 في 3 إكس، قد نشرت هذه هنا. ثم ماذا نفعل؟ ننشر هذه هنا، معناه زائد 3 في ناقص 4. ماذا تصبح؟ زائد في الناقص، ماذا تصبح؟ ناقص، ثم 3 في 4، ثم هكذا 3 في 4 بطريقة بسيطة جدا تساوي. لاحظ جيدا هنا 1 في الأصل، 1 في 3 كم؟ 3، و x في x حذاري هي x مربع. ثم تأتي
ناقص x في 4 هي نفسها 4x زائد ماذا؟ 3 في 3 كم؟ هي 9 ماذا؟ x. لا تقل لي هنا 3 ليس فيها x وهنا 3 فيها x، هنا الضرب، الضرب اللي يمكنني أن نضرب. الآن ناقص ماذا؟ ناقص 12. الآن لاحظ جيدا، هنا لدي حدود، الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، والحد الرابع. معناه هذه الناقص والزائد هي التي تفصل لي الحدود، معناه لا يمكنني الجمع بين حدين إلا إذا كان لهما نفس الوحدة. معناتها إذا كان x أس 2 x أس 2 كان x x بهذه الكيفية. الآن لاحظ جيدا، هل هناك حد آخر فيه الـ x أس 2؟ لا يوجد، معناه هذا لا يمكنني أن أجمعه أطرحه مع أي حد آخر، يكتب هكذا. الآن لاحظ x x، معناه هذان الحدان يمكنني حسابهما لأنهما لهما نفس لهما نفس العامل. معناه نضع بالآلة الحاسبة ناقص 4 زائد 9 سوف تتحصلون على زائد 5، هكذا 5 ماذا؟ x، لا ننسى الـ x، ثم ناقص 12. لا يمكنني أن أضع 3 زائد 5، لماذا؟ لأن هنا x أس 2 وهنا x، ولكي نجمع بين الحدين يجب أن تكون x أس 2 x أس 2، وإذا كانت هنا x هنا x بهذه الكيفية. معناه هذا هو نشر وتبسيط العبارة أ بهذه الكيفية. الآن نذهب للعبارة ب، أركز جيدا في العبارة ب، لاحظوا جيدا معي. هنا لدي حدان، أين هما الحدان؟ ها هي الناقص التي تفصل الحدان، هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني، حذاري حذاري، وهنا الناقص بينهما. هنا لا تقول لي أنشر الستة عشر هنا وهنا، حذاري، هنا لدينا ناقص وهنا أس اثنان، حذاري من هذه. الآن هنا ماذا سوف نفعل؟ ما هي التي قابلة للنشر؟ أهذا الحد أم هذا الحد؟ أول شيء أفعله هو فصل الحدود بهذا الشكل، أفصل الحدود. الآن لاحظ جيدا، 16 عدد لا يمكن تبسيطه، ناقص. الآن أضع العارضة هكذا ثم أنشر هذا الحد، هذا الحد قابل للنشر، لماذا؟ لأنه عبارة عن متطابقة شهيرة. ما هي؟ سوف آتي بالمتطابقة الشهيرة وتابعوا جيدا، ها قد أتيت بالمتطابقات الشهيرة. الآن لاحظوا جيدا، ما هي المتطابقة التي تشبه هذه؟ لاحظ جيدا، أهذه أم هذه أم هذه؟ لاحظ جيدا، هي هذه بطبيعة الحال، لاحظ جيدا هي هذه بطبيعة الحال. لماذا؟ لاحظ جيدا، هي نفسها، بحيث أن الأ هي ماذا؟ هي الثلاثة إكس، والزائد ها هي، والإثنان هي نفسها البي، والأس إثنان والأس إثنان، معناه تشبهها، معناه يمكنني أن أكتبها على هذا الشكل. ركزوا الآن جيدا معي، ماذا تقول القاعدة؟ سوف أطبقها بحذافرها. ماذا تقول القاعدة؟ إذا كانت لديك بهذا الشكل ماذا تفعل؟ إذا كانت لديك بهذا الشكل ماذا نفعل؟ نقول آ مربع، هنا الآ هي نفسها 3x، معناه نقول 3x مربع. حذاري، هنا نضع لا ليس هكذا، هكذا الأس فوق الإكس فقط، معناه نقول هكذا، نضع القوس آ مربع زائد زائد هي هذه، ثم ب مربع، ب هي 2 مربع، ها هي الاثنان مربع، ثم الزائد هذه زائد ماذا؟ 2، هذه الاثنان من أين أتيت بها؟ من القانون، دائما موجودة. ماذا؟ 2 في، هنا في طبيعة الحال، في ماذا؟ في آ، هنا الـ A هو نفسه الثلاثة إكس، في هنا في معناه في بي، بي هو نفسه ماذا؟ الاثنان، هكذا، ثم نغلق هكذا. معناه هذا هو الـ A
وهذا هو البي بهذه الكيفية. لنواصل الآن، تساوي 16 ناقص، لا ننسى هذه العارضة يمكنني أن أرجعها قوس، وسوف ترون فائدة هذا القوس الذي وضعته. الآن 3 مربع كم هي 9 إكس مربع، لأن لدي الضرب يمكنني أن أضع الأس على الإكس وعلى 3. ثم ماذا تصبح؟ زائد 2 مربع كم هي 4، زائد ماذا؟ 2 في 3 6، 6 في 2 12، ماذا؟ 12 إكس. هكذا تساوي. الآن لاحظ جيدا، هذا القوس يجب حذفه، هو وهذا القوس، ولكن حذاري، لكي نحذف القوس يجب أن نراعي إشارة ما قبل القوس. لاحظ إشارة ما بعد ما قبل القوس هي سالبة، معناه كل الإشارات هنا سوف تتغير. كيف؟ تصبح ماذا؟ هكذا 16. الآن نحذف هذا القوس مع هذه الإشارة ونعكس، هذه في الأصل زائد، كم تصبح؟ ناقص 9 إكس مربع، هنا زائد ماذا تصبح؟ ناقص 4، هنا زائد ماذا تصبح؟ ناقص 12 إكس. هذه قاعدة تقول لك إذا كان القوس مسبوق بناقص نحذف القوس مع ماذا؟ مع هذه الإشارة التي قبل القوس، ونعكس كل الإشارات التي داخل القوس. إذا كانت زائد أرجعها ناقص، وإذا كانت ناقص أرجعها زائد. الآن لاحظ جيدا، نجمع الحدود المتشابهة أو نقوم بالترتيب. نضع الأعداد التي فيها المجهول بأكبر درجة، معناه إكس أس 2، معناه نأخذ هذا به بإشارته، هو الأول ناقص 9 إكس مربع. هل يوجد حد آخر فيه إكس مربع؟ لا يوجد. الآن نضع بعده الذي يحتوي على الإكس، اللي هو هذا، اللي هي ناقص 12 إكس. حذاري، لا ننسى هذه الناقص. ثم ماذا تأتي؟ ثم تأتي هذه الأعداد التي وحدها، هنا إشارته زائد، معناه زائد 16 ثم ناقص 4. ما هي الحدود التي يمكن جمعها؟ هي هذه وهذه، هذان الحدان يمكننا جمعهما لأنهما لا يحتويان على أي مجهول. ناقص 12 إكس، 16 ناقص 4 كم تصبح؟ تصبح 12 بهذا الكيفية. هذه هو نشر العبارة بطريقة بسيطة جدا. حذاري، هنا بعض التلاميذ يقعون في الخطأ، يقول لك مثلا 3 إكس زائد 2 الكل مربع، يضعون هكذا 3 إكس مربع زائد 2 مربع فقط ويتوقف. لا حذاري، هذه متطابقة شهيرة، هذه تشبه هذه، معناه لا ننسى هذه، 2 في A في B، لأن هذا الخطأ دائما ما يقع فيه التلاميذ. الآن نذهب إلى العبارة C. العبارة C، لاحظ جيدا ما هي الحدود التي قابلة للنشر. لاحظ هذه الناقص تفصل لي الحدود، دائما أبدأ بها، ها هو الحد الأول وها هو الحد الثاني، لاحظ جيدا، لأن هنا ضرب، معناه هذا يمكننا نشره، وهنا أس 2، معناتها هذا يمكننا نشره، وهذه الناقص هي التي تفصل لنا الحدود، تساوي. الآن أول شيء لاحظ جيدا، ها الناقص، هكذا الناقص هذه، ها هو الحد الأول الذي يمكننا نشره، وهنا الحد الثاني الذي يمكن نشره. الآن سوف ننشر الحد الأول. أول شيء قبل النشر نرى إذ كانت هذه متطابقة شهيرة. نأتي بالمتطابقة، نلاحظ أن هذه المتطابقة، هذه العبارة تشبه كثيرا أو هي نفسها هذه، ناقص ب مربع، لاحظ جيدا هي نفسها، لاحظ جيدا هي نفسها، بحيث أن ماذا؟ بحيث أن الآ هي الاثنان إكس، والناقص هي هذه، والخمسة هي نفسها البي، والأس اثنان هي الأس اثنان، معناه يمكننا استعمال هذه المتطابقة، هذه المتطابقة الأخيرة، هذه. ماذا تقول لك القانون؟ يقول لك آ مربع، هنا الآ هو نفسه الاثنان إكس، هذا هو الآ،
وهذا هو البي. هكذا ماذا يقول لك القاعدة؟ أ مربع اللي هو 2x مربع، هذا نضع الأقواس. القانون يقول لك زائد ماذا؟ ب مربع 5 مربع. القانون يقول لك ناقص ماذا؟ 2، هذه الاثنان هي القانون، ثم في أ، في أ، أ هي نفسها ماذا؟ 2x في بي، بي هي 5. لا نضع هنا مربع وهنا مربع، لماذا؟ لأن في القانون لا يوجد التربيع. لاحظ جيدا، ثم نذهب وننشر هذه. هذه قبل ما نبدأ ننشر، قبل ما نبدأ في النشر، نرى إن كانت تشبه إحدى المتطابقات الثلاث. لو تلاحظون إنها تشبه هذه، لاحظ جيدا هذه، إنها تشبهها، معناها تشبه هذه. أ زائد ب في أ ناقص ب، لاحظ جيدا معي، هي تشبه هذه، تشبه هذه، بحيث هنا لأن الضرب تبديلي، هنا يمكننا أن نكتبها هكذا، 5x زائد 1 في 5x ناقص 1، صحيح، هي نفسها هذه، لأن لدي الضرب هنا، ضرب تبديلي، هي تشبه هذه، أ زائد ب، ها هي، أ زائد ب، لاحظ جيدا، في، في، ماذا؟ آ هي نفسها، تتكرر الآ، هي نفسها، آ ناقص ب، هي نفسها هذه المتطابقة، لماذا؟ لأن نفس العدد يتكرر هنا، ونفس العدد يتكرر هنا. لو كان هنا 6x، لو كان هنا 6x، لا يمكن أن تكون تشبه هذه، لماذا؟ لأن 6x تغيرت من هنا إلى هنا، معناه لكي تكون نفسها، إذا كانت 5x ناقص 1، هنا تكون 5x زائد 1، إذا كانت هنا 3x، إذا كانت هنا 3x زائد 1، يجب أن تكون هنا 3x ناقص 1، هنا زائد وهنا ناقص، إذا كانت هنا x ناقص 1، من هنا تكون x زائد 1، بهذه الكيفية. هذه هي المتطابقة الشهيرة الثالثة. لاحظ جيدا الآن لنطبقها، تشبهها معناه ماذا تصبح؟ تصبح أ مربع ناقص ب مربع، بحيث أن هذه هي الأ وهذه هي الب. ماذا تصبح القانون؟ يصبح أ مربع ناقص ب مربع. أ هو ماذا؟ 5x ماذا؟ الكل مربع، ناقص للقانون ناقص ب مربع اللي هي 1 مربع فقط، بهذه الكيفية. هنا لا ننشر هذا في هذا ثم هذا في هذا إلى غير ذلك، لا، لأنها ماذا؟ متطابقة شهيرة. الآن لنقوم بالتبسيط. أول شيء تساوي، لاحظ جيدا، ها هو الحد الأول، سوف أرجعه أقواس، ناقص الحد الثاني. لنواصل، هنا 2 أس 2 هي 4x مربع زائد 5 مربع هي 25، ناقص 2 في 2 4، 4 في 5 هي 20 ماذا؟ x، هكذا، ناقص 5 مربع هي 25x، هذا مربع لا ننساها، ناقص ماذا؟ ناقص 1، لأن 1 مربع هي 1، تساوي. الآن نحذف الأقواس، ولكن لا نأتي هكذا ونحذف من الأقواس مباشرة، نرى القوس المسبوق بزائد لا يتغير أي شيء، معناه هذا القوس مسبوق بماذا؟ بزائد، معناه نحذف الأقواس بدون تغيير أي شيء، معناه تصبح 4x مربع زائد 25 ناقص 20x، ناقص 20x هكذا. الآن هذا القوس يجب علي حذفه، ولكن لاحظ هو مسبوق بالناقص، معناه نحذف القوس مع هاته الناقص ونعكس كل ما بداخل القوس، معناه هذه كانت زائد ماذا تصبح؟ تصبح ناقص 25x مربع، هذه كانت ناقص تصبح زائد 1، كل ما بداخل القوس نغير، نعكس إشارة. الآن نرتب 4x مربع، ما لديها التربيع؟ هذه أيضا نأخذها بها بإشارتها، ناقص 25x مربع، ثم ماذا؟ ناقص 20x، عفوا 20x، ثم ماذا؟ بقيت الإكس، لم تبقى الإكس، بقي فقط الأعداد، زائد 25، ماذا؟
زائد واحد. ما هي الحدود المتشابهة؟ لاحظ جيدا، هذان حدان متشابهان. أربعة، يمكننا أن نأتي بالآلة الحاسبة ونضع 4 ناقص 25، سوف تجدون النتيجة -21x مربع. ثم هذه لا يمكننا جمعها أو طرحها مع أي حد 20x، ويمكننا جمع هذان العددان لأنهما لا يحتويان على أي مجهول. 25 الواحد تصبح 26 بطريقة بسيطة جدا. بهذه الكيفية نكون قد انتهينا من نشر العبارات الثلاث.